السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في قناة كوتشينة مينا. اليوم غادي نقدم لكم إن شاء الله مايونيز بخمسة ديال النكهات، اللي هو بلا زيت بلا بيض بلا حتى شي حاجة. بالنسبة للناس اللي فيجيتاريان ممكن ياكلوه وهما مرتاحين وكيجي هائل في المذاق ديالو، ونتمنى ينال الإعجاب ديالكم. اللي النكهات ديالو كندير، درت له في هذه الحالة أنا خمسة ديال النكهات. درت هذه ديال مطيشه العقده، درت هذه ديال الكركم، هي هذه ديال الاعشاب المنسمه، هذه ديال الثوم، وهذه ديال السودانيه ديال الحار. كيف ما كتشوفوا الخطوليه ديالو هكا كيجي هائل في المذاق ديالو. نتمنى تجربوا وما نطولش عليكم، نخليكم مع المقادير. في هذه الحاله انا كناكلو مع هذا التشكيل ديال هذا اللي قال الله يطي ديال الذرة، كناكلو هكا كيعجبني. المقادير ديالنا هي الثوم، الاعشاب عندي هنايا انا استعملت اليازير، الزعتر والزعترة، نص حامضة معصرة، السودانية اللي حارة، نص معلقة صغيرة ديال الكركم الخرقوم، معلقة ديال صلصة ديال الطماطم اللي عقدة مليحة، وجوج معالق كبار ديال النشا، وهاد البواسون هادي ديال الرز عندي انا، كاينه ديال الصويا كاينه ديال الرز، كل واحد يدير اللي بغا. اللي هي هادي انا، اللي ما عندوش ممكن يعوضها بالماء، ولا اللي ما بغاهاش ممكن يعوضها بالماء، ماشي مشكل، تجي نفس المذاق. انا مره كندير هادي مره كندير الماء، المهم نفس الشيء كيطلع، المذاق شويه مخالف ولكن ماشي بزاف. ونبداو على بركة الله. كل شيء كنبداو به كناخذوا واحد طنجره ولا هكا، كنوضعوا فيها هاد البواسون هذه ديالي انا اولا الماء حسب الاختيار ديالكم. غادي ندير كاس ونص، دابا درت كاس، وغادي ندير نشا جوج معالق كبار، وحده ها هي جوج معالق كبار ديال النشا. غادي نزيد واحد نص كاس، هاد الكاس كيهز 120 مليلتر. وكنبداو نحركو هادشي كله هكا حتى تيذوب النشا مزيان باش ما يخليش لينا الكواري، وغادي نحطها فوق النار. وجد لينا الخليط ديالنا فوق النار، غادي نقطع هادو رقيقين بزاف، نرققهم مزيان، والثومه حتى هي غادي نطحنها، غادي نرققها مزيان وغادي نوريكم. دابا بدات كتعقد، كيف ما كيبدا يعقد هكا بحال المايونيز، كنطفيو البوطه ديالنا. كيف ما كتشوفوا المايونيز ها هي. دابا غادي نضيف لها الملح والعصير ديال الحامض، كنخلطهم مزيان. كنقسم دابا هاد الخليط على هاد خمسة ديال الجبيبينيات على النكهات اللي عندي. ودابا كل وحده كنضيف ليها النكهه ديالها، مثلا هذه الكركم، هذه الحار السودانيه، هذه الاعشاب، هادي الثوم، هكا، وهادي المطيشة لاصوص اللي عاقدة، اللي ما عندهاش دير الكيتشاب، اللي بغات الكيتشاب ديرو. كنخلطوهم كل وحده، كنخلطوها بوحدها بهذا الشكل هذا كيف كتشوفوا
هذه مثلا ها هي خلطناها، خلط هذه ديال الاعشاب، هذه ديال الاعشاب كتجي هائله في المذاق ديالها، كتجي زوينه بزاف هذه ديال الاعشاب. هكا كنخلط هذه ديال الكركم، نزيد نخلط هذه ديال الحار، وهذه الاخرى ديال الثوم. وها هما دابا عندنا خمسة ديال النكهات، قليه دابا الا نقدمهم. نتمنى ينالوا الاعجاب ديالكم وتجربوهم. بالنسبه للاخوات اللي فيجيتاريان والاخوان اللي فيجيتاريان، راه هما هادو مزيانين ليهم، ما فيهم لا بيض لا زيت لا حليب لا حتى شي حاجه، يعني طبيعيين خالين من كل شيء، ممكن ياكلوهم. نتمنى ينالوا الاعجاب ديالكم وتجربوهم. شجاعتكم القناه تكون شينا منا، وشكرا لكم على المشاهده.